في هذا أيضا فضيلة الشيخ، لو أن رجل تبرع ببناء مسجد وشيد لنفسه بداخله قبر نعم على نفقته الخاصة، نعم أيوة، فهل هذا جائز؟ أيوة، ولا في شيء. احنا النبي بقى قبره في المسجد، والأزهر موجود وقبور الأولياء كلها في المساجد. التنطع ده سيبنا منه، جايبين دليل ما يعرفوش هم مستدلين به ازاي، يقول لك لعن الله من اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. نعم، مش ده الشهاء الدليل بتاعه؟ قل له انتم اغبياء في الاستشهاد، ما هو القبر؟ ايه القبر؟ ما عرف لي القبر هو ايه؟ ما هو القبر؟ هو المكان اللي فيه جثة الراجل الذي هل هذا اتخذ قبرا؟ اتخذ مسجدا؟ ولا معمول عليه صور اسم حتى بيسموه ايه؟ ضريح. ها؟ ها؟ ضريح. لا، ده الاسم الضريح، انما يسموه ايه هم؟ الاسم بتاعه ايه؟ شيء لا يتعدى ابدا عن الدفن. مكسورة. ما نعملش فيه مكسورة. نعم. معنى مكسورة يعني ايه؟ مكسورة على الدفن لا تتعداه لأي حدث. فمن أين جاء اتخاذ القبر صلاة؟ مصلى أغبياء أخي. نعم، نقول لهم بقى روحوا اهدموا القبر في انفاع النبي. فإن قيل خصوصية للنبي نقول له لا، أبو بكر مدفون فيها وعمر، ونصلي في الصفة والقبر أمامنا، ونصلي في الروضة والقبر على يسارنا، ونصلي في منزل الوحي والقبر عن يميننا، ونصلي في المواجهة والقبر خلفنا. إذن القبرية لا دخل لها. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز مش هنستدل عليهم؟ وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ولم ينكرها الله.